السلام عليكم طلاب الكرام في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه، اهلا وسهلا بيكم. مش هنقول حلقه جديده. بدايه انا بعتذر للناس ان انا ما قدرتش اخلص المنهج زي ما قلت في 1-3، ولكن انا برضو ما تاخرتش كتير. هتكلم دلوقتي هعمل ايه، ولكن فعلا اعذروني، انا الفتره الاخيره خاصه من بعد 15-2 او قبلها كمان بشويه مريت بظروف كتير جدا، وموضوع مجموعه من الحاجات كتير جدا مريت بيها الفتره اللي فاتت هي اللي عطلتني شويه في ان انا اخلص المنهج. ولكن احنا ايه اللي بقينا في المنهج؟ بمنتهى البساطه ان شاء الله تعالى هتلاقي بكره الثلاث نازله لك حلقه الواقعيه، ودي اخر حلقه موجوده في الادب. بعد كده ان شاء الله تعالى يوم الاربع هتلاقي درس حروف الجر الزائده نازل ليك. يوم الخميس هتلاقي درس كامل الاستفهاميه والخبريه. يوم الجمعه هتلاقي ان شاء الله تعالى درس المنادى. يوم السبت ان شاء الله تعالى هتلاقي عندك درس استخدامات ما ولا ما ولا الى اخره، وهتلاقي ان شاء الله تعالى يوم الحد درس الممنوع من الصرف الوحده السبعه. وبكده هنكون خلصنا المنهج من البدايه للنهايه. النصوص طبعا نزل عندك نص النصور كاخر نص موجود عندنا في المنهج. وان شاء الله تعالى يوم الجمعه اللي جايه جدول المراجعه النهائيه وطريقه المراجعه على القناه هيكون نازل عندك على القناه. على القناه هنا هنحل ان شاء الله تعالى كتاب الاضواء مراجعه، هنحل كتاب الاضواء مراجعه هنا على القناه، فممكن تشوفه او كده كده هتسمع على القناه، مش عارف تشتريه او ما تشتروش ايا كان يعني، ولكن مش شرط ان انت تشتريه، انا كده كده هحله على القناه فهيبقى باين قدامك، او براحتك انت شوف انت عايز تتعامل ازاي. كده انا وصلت للنهايه. بقول لكم يا شباب معلش اعذروني مره تانية عن تاخيري في الفتره اللي فاتت، ولكن ده لظروف كتير جدا عدت بيا في الفتره الاخيره. انتظروا ان شاء الله تعالى نهايه المنهج مع نهايه الاسبوع ده وبدايه الاسبوع اللي جاي، وجدول المراجعه اللي هيبدا معانا بشكل منتظم من يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله تعالى، مش الثلاث بتاع بكره، الثلاث اللي بعدين ان شاء الله تعالى هنلاقي جدول المراجعه نازل عندنا وماشيين بالترتيب على القناه. كمان يا شباب لازم تتابعونا على صفحه الفيسبوك، دلوقتي هتلاقي الرابط بتاعها موجود عندك تحت، وتابعنا على الجروب بتاع الفيسبوك الخاص بثالثه ثانوي وبس، وكمان عندك جروب التليجرام انزل واشترك فيه، وصفحه الانستجرام تابع الحاجات دي كلها، هينزل عليها امتحانات وهتنزل عليها امور مكثفه كتير جدا في الفتره اللي جايه. تابعونا يا شباب واعذرونا مره تانية على التاخير، مش دايما بتكون الامور في ايدينا، فالحمد لله رب العالمين، واحنا كمان في منطقه كويسه، وما اعتقدش ان في حد انهى المنهج لحد دلوقتي، فاحنا بفضل من ربنا برضو مسابقين الاغلب او مسابقين المعظم ان شاء الله تعالى. كده وصلت للنهايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.